شفنا مع كل حضراتكم شويه اجوال مزيكا، ودي طبعا مش كل ده ما تيسر من اهداف هذا اللاعب الكبير. طبعا كره القدم المصريه شهدت العديد من المواهب التي لا تنسى مهما مرت السنوات. معانا النهارده ومشرفنا ومنورنا في الاستوديو نجم من نجوم الاهلي القدامه، حقق عده بطولات سواء محليه او قاريه مع الفريق، توج بسبع بطولات للدوري وسته لكاس مصر وخمس بطولات افريقيه، منها اثنين للانديه ابطال الدوري وثلاثه للانديه ابطال الكاس. معانا ومع كل حضراتكم النهارده كابتن الكبير محمد عامر. صباح الفل على حضرتك ومنور الدنيا كلها. صباح الفل يا كابتن. صباح الخير يا كابتن، ومبسوطين ان حضرتك بتتابعنا. حضرتك قلت لنا انك بتتابع 10 صبح الاهلي، انا بحب كده جدا. وفعلا يعني فيو جميل الكل اللي بيجي ما شاء الله ما شاء الله، يعني ذوقكم جميل جداً. يعني عايزه بقى اروح مع حضرتك كده للبدايات، معلش نتكلم شويه في تفاصيل. انا حسب معلوماتي الصفقه اللي كانت في انضمام حضرتك للنادي الاهلي كانت وقتها من اغلى الصفقات، وكانت تقريبا 6000 جنيه صح كده؟ 7000 جنيه و500. 7000 جنيه و500 ده رقم تعجيزي في المرحله دي. كان رقم تعجيزي في المرحله دي، وكان الصفقه الاعلى على الاطلاق. كان رقم كبير يعني. جاء قبليا مختار، جاء قبليا طار الشيخ وشطه في السنه اللي قبليه على طول. انا جيت في السنه دي ب 7500 جنيه، ومباراه في كفر الشيخ لصالح كفر الشيخ ضد الاهلي، ومباراه في القاهره في استاد الجزيره برضو ارادها لكفر الشيخ. طبعا هناخد في الاعتبار فرق الازمنه والمعطيات بتاعت كل زمن، بس يعني لما بتسمع حضرتك او بتقرا خبر او بتعرف معلومه ان تم انتقال اللاعب الفلاني الى النادي العلاني بكذا مش عارف كم مليون، النهارده عدت ال 100 مليون بمستحقات اللاعب ومستحقات النادي اللي بيجي منه، يعني ارقام فلكيه. طبعا. احنا زمان ما كانش فيه احتراف، دلوقتي بقى فيه احتراف. زمان كان يبقى انا باجي النادي الاهلي بعمل استماره وبعد بفضل في النادي الاهلي لغايه لما النادي الاهلي هو يستغنى عني، اما انا يبقى هنتقل لنادي مثلا في اوروبا، هنتقل لنادي اخر، يبقى في تفاوض مع النادي. لكن زمان ما كانش فيه احتراف، ما كانش فيه عقود عشان اتعاقد بثلاث سنين والعقد يخلص ويبقى حر بعد كده. فطبعا الامور اختلفت تماما، والعصور اختلفت بشكل كبير جدا يعني عن زمان يعني. بس تفاصيل بقى الانضمام، يعني مين كلم حضرتك؟ مين يعني اللي كان واقف معاك في الانتقال ده؟ مين شجعك؟ عايزين نعرف. وهو في البدايه انا كنت بلعب في الدوره المدرسيه منتخب مصر في المدارس في اسكندريه، كان المدير الفني بتاعنا الكابتن طه اسماعيل، وكان المدرب العام كابتن ابراهيم الوحش، اخو الكابتن عبد الصالح الوحش الله يرحمه من الاثنين يعني. يعني واحد من الحاج محمد العافي، ده الحاج محمد العافي ده من كفر الشيخ، وكان عضو عامل هنا في النادي الاهلي، وكان الكابتن طه بيعمل تجمع لمنتخب مصر للمدارس في النادي الاهلي، وهنتمرن اسبوع في النادي الاهلي هنا في الجزيره. فقال له عندنا لعيب في كفر الشيخ، لعيب كويس، خده شوفه ممكن ينفعك. ففعلا قال له طب خليه يجيب هدومه ويجي على النادي الاهلي. جبت هدومي على اساس ان انا هقيم هنا في النادي الاهلي اسبوع، وكنت ضمن 44 لعيب من اللي هيختار منهم كابتن طه اسماعيل 22 لعيب يروحوا الدوره المدرسيه. حلو. وفعلا قعدت الاسبوع وكنت ضمن ال 22 لعيب اللي اختارهم في الدوره المدرسيه. الدوره المدرسيه دي كانت دوره دوليه، كان فيها الكويت والسعوديه واثيوبيا والصومال، يعني كانت دوره دوليه، كان مهتمين جدا اياميها بدور المدارس. كان معايا ثابت البطل، كان معايا ابراهيم خليفه حارس مرمى في الاسماعيلي، محمد صلاح، احمد عبد الحليم، كان محمود فوزي، كان معايا لعيبه كتيره جدا من يعني كنا منتخب مصر، فعلا كنا منتخب محترم جدا يعني. وفي الدوره دي انا كنت هداف الدوره، انا كنت بلعب راس حربه، خلي بالك ده انا هحكي لك على حاجات. انا فعلا يعني لما جيت النادي الاهلي اتمرمطت بقى في المراكز. فكابتن طه عرض عليا ان انا اجي النادي الاهلي، وقلت له والله انا مفيش مانع، انا ده يعني دي امنيه اي حد بيتبناها وكده،
ففعلا كلم الناس، وكان اياميها الحاج عبد البقال موجود، وده هو اللي جايبنا كلنا، خلي بالك، جايبني وجايب محسن صالح وجايب طار الشيخ ومختار، يعني هو كان موجود. كان ساعتها كان رئيس النادي سيادة الفريق مرتجى الله يرحمه، وكان نائب رئيس كمال حافظ، الاستاذ كمال حافظ الله يرحمه راحه. فجولي كفر الشيخ، انا كنت في كفر الشيخ ولقيت في تليفون، لقيت العربيه فيها الثلاثه، عم عبد البقال وسيادة فريق مرتجي. شوف بقى الاحترام. يعني سيادة فريق مرتجي ده كان حاجه جامده قوي، واستاذ ابراهيم كمال حافظ جولي قالوا لي تعالى قابلنا بواحد من اعضاء مجلس الاداره عشان نتكلم معاك. خدتهم ووديتهم لحد هناك وكده واتكلموا، وعم عبد البقال جه جنبي كده قال لي انت هتمشي من هنا، هتروح مصر، هتلاقي ابني مستنيك، هيواخدك هيقعدك في شقه ما تبانش خالص. عم عبد البقال كان ليه حاجات ايه يعني يعني ما حدش يعرف عنك حاجه خالص. كتب حتى في الجرايد ان محمد عامر اختفى وكلام من ده. وبعدين هو بقى قعد مع والدي في الله يرحمه، والدي في البيت اسبوع يتكلم معاهم في ازاي محمد عامر ينتقل وكلام من ده. لان انا كان ان انا اكون امشي من نادي كفر الشيخ كان من الصعب جدا، لدرجه ان واحد من اعضاء مجلس الاداره قال احنا هنجيب بقى حنطور ونحط عليه ميكروفون وناخد راي الناس في الشارع محمد عامر يمشي ولا لا. طب احنا معانا بقى راي الناس في الشارع فعلا، بس مش على يمشي ولا لا، عن اجوال وماتشات ومشاركات كابتن محمد عامر. خلينا نروح نشوف ونرجع نكمل. والله محمد عامر من ضمن الأعمدة كانت النادي الأهلي أيام الخطيب ومصطفى عبده وحسن حمدي، وما ننسلوش الهدف اللي أحرزه في جود بلبيس في الزمن اللي هو كان بيلعب فيه. محمد عامر من ضمن اللعيبة الممتازين جدا في النادي الأهلي، وبعدين اللعيب الوحيد اللي سجل في الزمالك وسجل في الأهلي. الحقيقة أجمل أهداف كابتن محمد عامر كان جونه في الزمالك طبعا، يعني جمني الشمال وتشاطت هايلة، يعني كانت كلنا نطينا من على الكراسي ساعتها. دي من أجمل الحاجات بتاعت محمد عامر. هو لعيب هايل، كان في جيل عظيم، وكلهم كانوا بيساعدوا بعض. اللي هو اللعيب اللي انت مش حاسة بشفاف في الملعب، لكن لو خرج تحس بنقص كبير جدا، لأنه لعيب تكتيكي أي مدرب يعتمد عليه. كابتن عامر مرة كنا بنلعب ضد الزمالك وجاب جون، للاسف كره خبطت في رجله وجاب جون فينا، وبعدين بعديها بدقائق ربنا اكرمه وجاب لنا التعادل. فطلع في الماتش ده طلعنا 1-1، كابتن عامر جاب الجونين. يعني كابتن محمد، الناس مش بس فاكره ماتشات، ده فاكره كواليس ويعني ولعب حضرتك وازاي شط الكوره والجول جه امتى. يعني احساس حضرتك والناس فاكره كده ايه برضو؟ ما ده دي ناس فعلا اهلاويه وبتحب النادي الاهلي وعارفه التاريخ اكتر مننا، يعني لو تفاصيل بالتفصيل اجي من الشمال وشاطها ازاي وكذا. انا ليه صاحبي دكتور وائل نور الدين، عمه كان الدكتور محمد نور الدين، كان طبيب النادي ده الانتيمي، يعني بيعرف عني. يعني انا جبت الجول سنه كام وفي الدقيقه كام وفي الشوط الثاني ولا الاولاني، انا بيفكرني بالحاجات دي. انا ما يعني هو ده يوري حضرتك حجم اخلاص وتفاني مشجعي ومحب النادي الاهلي، وحجم تقديرهم لحضرتك كمان. نهاوند خدت حضرتك من شويه وعملت بيك فلاش باك للحظه البدايه، انا هستاذن حضرتك بقى للحظه النهايه، نقف عندها لحظات احنا، وبعد كده نرجع بقى نتكلم على ما بينهما. اتفضل. ليه خدت وبناء على ايه خدت قرار الاعتزال؟ والله انا خدت قرار الاعتزال في اليوم ال 11 من تولي كابتن طه اسماعيل كان المدير الفني للفريق، من اليوم ال 11 لفتره الاعداد. ليه؟ جالي زهق من خلاص، يعني كنت عايز اسيب ذكرى جميله ليا، مش عاوز الناس تقول ده كويس انه بطل. ما هو الواحد لازم يسيب ذكرى كويسه. طب وليه تسيب ذكرى في مرحله انت لسه مستمر فيها في العضلات؟ والله كان انا يعني حتى لو يعني ساعتها كان اللي بيوصل 27 سنه 26 سنه كان بيبطل سواء بمزاجه او بغير مزاجه. 27 يعني 27 سنه يعني ده صغير جدا، ده دلوقتي ممكن لغايه 36 و37. ده هو بدايه النضج الفني طبعا الكروي.
والخبرات المكتسبة من السنين اللي فاتت. من بتبدأ من 25 سنة اللي فوق ال 30. بس احنا كان النادي الأهلي كان بيضخ ناشئين ولاعيبة كتيرة ولاعيبة كويسة، فكان على طول الإحلال والتبديل موجود. يعني احنا انا عاصرت جيلين معايا، الجيل بتاعي والجيل يعني خالد جد الله اصغر مني، الجيل اللي بعده وعلاء ميهوب اصغر مني، طاهر ابو زيد دخل في وسطينا، فكان اللعيبه الكويسه كانت بتطلع كتير، وما كانش بيستنى بقى ان اللعيب يكبر. انا كنت ساعتها لما بطلت انا كنت 34 سنه، انا من اللعيبه اللي استنت في الملعب لغايه 34 سنه، انا والخطيب ومصطفى عبده وثابت البطل الله يرحمه، ثابت البطل قعد ل 38 سنه. فانا كنت عاوز، ما كنتش عايز حد يقول لي لا بطل، احنا مش هنأيدك، كانت دي هتبقى صعب عليا جدا انا لما بطل بمزاجي يبقى دي. بس هل كان تخوف في محله وقتها؟ يعني هل كان في كده حضرتك سامع ان في الاجواء في كلام؟ لا لا خالص. لا ده كابتن طه حتى جابني وقعدني معاه في حاولوا يقنعوه فعلا ان قال لي انت ليه عايز تبطل؟ انت ماشي كويس وانت لعيب كويس، وبعدين ده انت لغايه السنه اللي فاتت ستاندنج في التيم. فقلت له والله يا كابتن انا يعني خلاص انا عاوز اسيب ذكرى جميله ليا. طب ندمان يا كابتن محمد ندمان ولا لا؟ شفت بقى والله احسن حاجه اللعب. انا لسه بكلم حضرتك قبل الهوا، احنا بنروح فرقه الشمس حد وثلاثة وخميس بنلعب. عايزين نيجي والله نصور معاك. بنكسر بعضه ولسه محافظ على اللمسات الحلوه بتاعت زمان. ما هو بص الكوره هنا. طبعا. مش يعني فهتيجي ما تيجي هتشوف في محمد عماره موجود، في مجد طلبه وحسام حسن سعد بيجي، في احمد حسن يعني، في حتى لعيبه اسام الشاطر، يعني في ناس كتير بتروح وبنلعب ومش عايزين نخسر. احنا هي طبيعه خلاص. طب احنا اتكلمنا على الانضمام واتكلمنا عن الاعتزال، تعال بقى نرجع للمرحله اللي هي ما بينهما. حضرتك سبت، بتقول سبت ذكرى، انت سبت ذكريات عظيمه مع النادي الاهلي ونجاحات مدويه الحقيقه والعديد من البطولات سواء محليه او حتى قاريه. هل في مباراه بعينها ما تتنسيش من وجهه نظر حضرتك، او بطوله بعينها بالنسبه لك كانت ليها طبيعه خاصه وليها خصوصيه شديده؟ في مباراه وفي بطوله. البطوله هي 82 بطوله افريقيا، اللي دي اول بطوله دخلت النادي الاهلي. اوكي. يعني كان الله يرحمه كابتن محمود الجواري رحمه الله عليه هو اللي كان مدير فني. والبطوله دي احنا انا عايز يعني اقول لك ان احنا خدناها في 25 دقيقه الاولانيه من كل مباراه. يا سلام. يعني كابتن محمود الجواري كان ليه بصمات في الكره المصريه عامه. طبعا. في طرق اللعب. صحيح. في ازاي يوظف لعيبه، ازاي يكسب، ازاي يكاتشن على في المباراه. والله يرحمه كان مدرسه متكامله الاركان. لا ما شاء الله ما شاء الله. يعني ف البطوله 82 احنا خدناها في 25 دقيقه الاولانيه، كنا بننزل ضاغطين على الفرقه اللي قدامنا لغايه ما نخلص المباراه في نص ساعه الاولانيه، 25 دقيقه اقصاها نص ساعه. فخدناها بشكل كبير جدا. وبعدين البطوله دي ما كانش فيه احتراف زمان، المحترفين اللي هم في افريقيا ما كانوش لسه احترفوا في اوروبا، فكانت الانديه مليانه باللعيبه الكويسه جدا. يعني الانديه الافريقيه كانت اقوى ايامينا من دلوقتي. لو نبص على مباراه النهائي في هذه البطوله مع كوتوكو، فرقه جامده جدا بشكل لا تتخيله. برضو في ال 25 دقيقه تلت ساعه الاولانيه كنا كسبانين 3-0 هنا. ورحنا هناك في وسط 60,000 متفرج، تعادلنا 1-1 هناك بجول الخطيب. ورجعنا بالبطوله. وبشوف المعاناه بقى اللي كمان اياميها الطيران، احنا عشان نروح كوماسي رحنا بطياره حربيه. لان مطار كوماسي مطار حربي وما ينفعش ينزل فيه طيران مدني. طبعا. الرئيس يميها كان حسني مبارك، كان مطلع لنا ال 82 حسني مبارك.
82 طياره حربيه وحطينا فيها دكك. وفي الاخر يا كريم الشنط وجبنا مراتب من اوضه الاستراحه بتاعتنا اللي كنا بنريح فيها قبل الماتش ورمناها ورا واللي نام بقى 14 ساعه في الجو ما نزلناش. كان في طقمين طيارين بيبدلوا مع بعض 14 ساعه في الجو. دي فعلا ذكرى ما تتنسيش يا كابتن. لما رجعنا بقى رجعنا بفضل الله رجعنا هنا المطار احنا ما نزلناش على هم دخلوا الجمهور ما اعرفش دخلوا الجمهور ازاي في جوه على دبات سلم الطياره ودونا لصاله كبار الزوار. وصلنا من مطار القاهره للنادي هنا في 6 ساعات يعني وصلنا العربيات حوالينا والجمهور ده موكب بقى فوق كده. فوق الاتوبيس مطبق السقف علينا من فوق الاتوبيس طبعا. كانت اول بطوله دي ده ده ده, ده يوم لا ينسى صحيح لان صحيح. دي اول بطوله بعد بطوله الانجلبير بتاع الاسماعيلي 73 تقريبا او 71 دخلت مصر بطوله الافريقيه وبعد كده فتح احنا قصينا بقى الشريط للاجيال اللي بعدين. لكن المباراه اللي كانت يعني معلمه معايا مباراه الاهلي والزمالك جبت الجول في الاهلي الله اول 4 دقائق ده يعني لك واحد نتيجه المباراه وكابتن عامر هو اللي جاب الجولين ولا جبت الجولين ولا طلعت حصلت قريب برضه انا فاكره بس هي حصلت قبليه انا يعني المنظر بقى كان قدامي كان ابراهيم الكبير كان لعيب من السودان وكان موجود في 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 النادي الاهلي وهو بيرجع كره لمروان كنفاني حطها له من فوقيه دخلت بعدها باسبوع مشي بالطياره على السودان ما رجعش. حاجات زي كده ما بتحصل يعني اوقات كتير بيبقى هو اكيد اللاعب ما بيبقاش قصده بس لا طبعا شعور بقى اللاعب بعدها بيبقى ايه يعني ما هو الكره اصلا لما اتلعبت بالعرض انا رايح قبل الراجل بتاع الزمالك كان سعيد الجاي ساعتها عشان اطلعها بره لما حضرتك تشوفيها انا طلعت بره القائم بحوالي 2 3 يارده لما اعملها كده لازم تطلع بره يعني اعملها مليون مره لازم تطلع المليون مره بره دخلت في الضيقه هو القدر قال قول واكرامي واقف واكرامي بقى لطم قال لي جبت فين اجول يا عامر وانا انا ساعتها يعني مش حاسس بنفسي اكيد طبعا وماتش زمالك والناس بتفتكر الماتش ده من الماتش للماتش طبعا ومين اللي خسرنا محمد عامر فلا في 4 دقائق بين الجول ده والجول ده الاربع دقائق دول اصعب 4 دقائق اتفرج بقى على لو في اعاده تتفرج عليه تلاقيني بجري في كل حته فيها الكوره عشان عايز انت عشان اللي تسجل عشان عاوز انا اللي اسجل مش عاوز التعادل يجي برجل غيري وبكرم ربنا كان في اوت ناحيه الجول بتاع الزمالك حسام البدري رمى الاوت مصطفى عبده عملها بدماغه لورا تنزل من تحت رجل 5 لعيبه من الزمالك عشان تجيب يا سبحان الله والله مكتوبه لك يا كابتن عامر مكتوبه لك فعلا يعني دي ده الماتش اللي كان معلم معايا كمان لكن في ماتشات كتيره طبعا كتيرة لعبناها كويس في افريقيا وفي هنرجع نكمل مع حضرتك وعايزين بقى نروح كمان للفريق الاول للنادي الاهلي ونحلل كده مع حضرتك برضو بس كل ده خلينا بعد الفاصل فاصل سريع جدا نرجع نكمل مع كابتن محمد عامر. والله هو كابتن محمد عامر من ابناء النادي الاهلي المخلصين المحترمين ذو الاخلاق العاليه والرفيعه فهو انا شايف ان هو في اي موقع هيأدي اداء ممتاز اقول له ربنا يوفقك في اي مجال تروحه ودايما رجاله الاهلي في اي مكان بيبقوا موجودين وانا مجموعتي كلها ابراهيم عبد الصمد وكان صلاح حسني وسمير زاهر والعالم دي دول اعمارنا احنا يعني فربنا يوفقه هقول له انت موهوب ويعني النادي الاهلي اكيد ما بينساش الناس الموهوبين اللي بيأثروا يعني كون ان انا افتكر انا بحب الكوره عموما يعني بس كون ان افتكر حاجه زي كده دي معناها ان هو عامل علامه كويسه يعني انا اتمنى له كل توفيق واتمنى له الصحه والعافيه ونحب نشوفه قريب برضه في الملعب مع اللعيبه الصغيرين كناشئين وناخد منه الخبره دي بحيث ان احنا نشوفهم برضه كلعيبه كبار زي ما كان هو لعيب كبير.
حديثنا مستمر مع كابتن محمد عامر وذكريات، وكمان بقى هنتكلم دلوقتي في الوقت الحالي والفريق الاول للاهلي، وراي حضرتك كده في ماتش امبارح، وفكره هنا برضو ان كان في الى حد ما ضغط في الشوط الاول على الاهلي، ولكن برضو الاهلي لعب بشكل جيد من الشوط الثاني وحققنا هدفين. فتحليل حضرتك برضو ان فكره الاتحاد السكندري بصراحه لعب برضو بشكل جيد. هو مباريات الكاس غير مباريات الاهلي الدوري. مباريات الكاس بيبقى فيها اللود شويه، بيبقى فيها ضغط عصبي شويه، لانها مباراه هتخلص يا جوه يا من مباراه واحده اقصائيه. لكن الدوري بيبقى يعني النفس لسه طويل. يعني النهارده هتتعادل، بكره هتكسب، هتعوض التعادل صحيح. بعد كده لكن دي مباراه، ده اول ضغط بيبقى على اللعيبه. الحاجة التانية بالنسبة كمان لفرقة الاتحاد، فرقة الاتحاد من الفرق القوية جدا، وعلى مدار السنتين ثلاثة اللي فاتوا كان بيمسكهم مديرين فنيين محترمين جدا، وعملوا بناء فيها كويس. فمع حسام حسن كجهاز جديد برضو فيه روح تانية، اللعيبة عايزة تطلع كل طاقتها عشان المدير الفني كل واحد عاوز يلعب طبعا، ودي منافسة إيجابية بين اللعيبة وبعضيها، كل واحد عاوز يلعب على التاني. فبرضو دي كانت عاملة لود برضو على اللعيبة في الملعب بالنسبة للنادي الأهلي. يعني هم فرقة الاتحاد فرقة كويسة، وجهاز فني جديد بروح جديدة طبعا، وعاوز يكسب، وحسام حسن برضو من الناس اللي لعبوا في النادي الاهلي وما بيحبش يخسر. فالروح دي منقوله للعيبه بتاعته، وهم عملوا مباراه جيده جدا امبارح. يعني عملوا مباراه صحيح، لكن بيغلب على لعيبه النادي الاهلي الروح طبعا القتاليه في الملعب. روح الاهلي هي دي اللي بنقول عليها، بتاع اللعيبه عالي جدا. ده مش من النهارده صحيح، من ايامينا احنا في اوقات كتيره قوي المنافس بتاعنا التقليدي الزمالك كان ممكن يبقى احسن مننا فنيا في كمجموعه لعيبه في الملعب، لكن احنا بنفوقه في الروح القتاليه في الملعب صحيح، ودي اللي بتفرق تيم عن تيم. حتى احنا لما كنا انا مثلا بمسك فرقه في كمدير فني، بحاول لو انا اقل من الفرق اللي حواليا ان انا اتميز عن الفرق اللي حواليا دي عشان اكسبهم، يبقى في روح قتاليه في الملعب. عايزين بقى نستاذن حضرتك نقف عند التفصيله دي. يعني حضرتك طبعا لفتره ترأست قطاع الناشئين، والى جانب ده كمان كنت مدير فني لمجموعه من الفرق قبل كده من ضمنها المقاولين العرب، وحضرتك كنت من اوائل من اكتشف اتنين من اللعيبه اللي ليهم دلوقتي صوالات وجولات في اوروبا، النني ومحمد صلاح. وبرضو اثناء الفاصل برضو الجدير بالذكر لحضراتكم ان احنا كنا بنتكلم مع كابتن عامر، فجاء ذكر كابتن ندفت كريم ندفت. فيعني فكره ان العين تلقط الموهبه من وهي لسه ليها يا دوب ارهاصات. ما هي يعني اصل العين دي مش عند اي حد اكيد، ويكون رايك صائب في حاجه معينه برضه مش عند اي حد اكيد برضه. يعني انا لما كنت في نادي المقاولين انا كان معايا باسم علي، كنت جايبه معايا من بترول اسيوط، انا كنت ساعتها في بترول اسيوط ورحت المقاولين 2010 وخدته معايا ومحمد صلاح والنني، كان في لعيب اسمه زيكا ولعيب اسمه علي فتحي كان باك ليفت في النادي راح ده اللعيب ده راح الزمالك ولعب في الزمالك. الخمسه دول كانوا ناشئين، والخمسه دول نشوف النهارده فيهم النني ومحمد صلاح طبعا بيلعبوا على المستوى الاوروبي طبعا. في قطاع الناشئين برضو كان موجود معايا ندفد، محمد هاني كان موجود معايا. محمد هاني دوت في الوقت اللي كان معايا جات له اصابه وكنت زعلان عليه جدا، وانا كنت ماسك النادي الاهلي في ساعتها في ايام الثوره ومفيش امكانيات ومفيش فلوس، حتى المرتبات كانت بتيجي مثلا بيجي جزء من المرتبات كنت بقبض العمال الاول قبل المدربين، يعني ما كانش في فلوس حتى نعمل له عمليه. كان عنده اصابه في الانكل، اصابه خطيره جدا لدرجه ان والده قال لي يا كابتن اهتم بيه، انا عايزه يلعب كوره تاني، عايزه. قلت له ما تقلقش،
وكان بفضل الله ثم طبعا كان الخطيب نائب رئيس النادي وكان كابتن حسن حمدي رئيس النادي وعملت تقرير بالنسبة للولد وراح عمل عملية ورجع تاني ورجع النهاردة أحسن باك رايت في طبعًا في طبعًا مصر وأفريقيا ومصدر ثقة وأمان للفريق تمام. فالعين دي إحنا من بدري من بدري إحنا بنشوف اللعيبة يعني ندفد وناصر ماهر ومحمد هاني ورمضان صبحي أنا عملت لهم عقود وأنا في قطاع ناشئين وهم عندهم 15 سنة عشان كان أياميها اللي مش معمول له عقد ممكن يهرب لأوروبا. أوكي. يعني ده عشان تضمن بقى أن حضرتك يعني أحمد حسن المواهب كوكا دي موجودة في الأهلي. ده من اللعيبة اللي كان موجود في النادي في الناشئين أيام كابتن زيزو كان ماسك قبلية وطلب بسبوره وهرب برا لغاية النهاردة هو برا يعني هو لكن لما يبقى في عقود للعيبة دي ملزمة اللي هي البروميسنج بقى واعدين الواعدين لازم تعمل لهم عقود عشان ما يقدرش يمشي من النادي ما يقدرش اي اتحاد يقيده الا عن طريق الاتحاد الدولي وعن طريق النادي الاهلي اكيد. طب الواعدين بقى نروح من الواعدين للعائدين واحنا بنتكلم هنا عن برضو صلاح محسن وبنتكلم عن ناصر ماهر وبنتكلم عن محمد شريف يعني برضو اسامي الى حد ما من الناشئين ولعب جميل ولعب ممكن الى حد كبير يفرق يمكن ناصر كان موجود برضو في التشكيله الاخيره احتياطي في المباراه برضو وجهه نظر حضرتك ازاي ممكن يفرقوا مع اللعيبه؟ هو اكيد هيفرقوا لانه يعني النادي الاهلي عمل حاجه كويسه جدا ان اولا في الوقت اللي هم اعاروهم للانديه ما كانش محتاجهم ساعتها لكن هم يعني لكن عارفين ان اللعيبه دي لعيبه كويسه فلما يعيروهم او فرصه لعبهم في الفريق الاول قليله فبيعيروهم للانديه ويبقوا قدامهم شايفينهم في 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 المباريات اللي بيلعبوها كل واحد اللي مع سموحه اللي مع طلاع الجيش اللي مع هنا اللي مع هنا وبيشوفوهم الماتشات بتجيب اللعيب الماتشات بتكسب اللعيب خبره وبترفع من المستوى الفني والبدني يعني الاعاره بيكون معها تركيز ومتابعه مش فكره بس بيعير اللاعب بالظبط وهو ده اللي حاصل كمان يمكن صلاح امبارح كان ليه برضو اللقاء كان في لقاء يعني صرح ان هو بيقول انا ما اقدرش اتاخر عن الاهلي وانا بتطلع في الفتره القادمه كمان ان انا اعيد ثقتي تاني مره اخرى وان انا ابدل يعني شغل على الملعب كبير فواضح ان في روح برضو حماسيه كتير عندهم. بص حضرتك يعني انا على المستوى الشخصي انا بقول اللي ما لعبش في النادي الاهلي ما لعبش كوره مع احترامي لكل الانديه صحيح لما يبقى عندك فرصه ان انت تبقى في النادي الاهلي لازم تقتنصها لازم تقتنصها يعني احنا انا لما اتكلم على الجيل بتاعي انا يعني كنا 30 لعيب فيهم مثلا 7-8 صغيرين خالد جد الله وجمال الجندي وجمال جوده وحسام حسن وغير بقى المجموعه الكبيره مصطفى عبده مصطفى يونس فتحي مبروك محسن صالح احمد عبائي الخطيب اكرامي ثابت اسماء جامده جدا طبعا. كنا 30 لعيب جامدين جدا يعني كل واحد فينا يقوم بفرقه صح كان في تنافس شديد جدا بيننا وبين بعض المدرب عاوز 11 لعيب يلعبوا في الملعب يعني المدرب عاوز 11 لعيب يلعبوا في الملعب يعني انا واحد من الناس لما جيت من 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 كفر الشيخ للاهلي انا يعني كنت بناجي نفسي اقول انا هلعب في وسط النجوم دي طب انا يعني ازاي حتى الناس في الشارع في كفر الشيخ كان يقول لك يا عم هيروح ده مش هيلعب ده اللعيبه هناك جامده جدا ده اللعيبه مش عارف ايه لكن بفضل الله كان عندي اصرار جامد جدا انا قلت مع نفسي انا لو ما لعبتش في النادي الاهلي امشي من دلوقتي لو انا ما عنديش استعداد ان انا العب في النادي الاهلي وابقى نجم في وسط هؤلاء النجوم يبقى ما ينفعش ان انا اللعب مع الكبار اصلا هي دي اللي بتخلي النجاح يجي احسن طبعا. واسرع فيعني بفضل الله كنت بلعب ويعني مر عليا مدربين هيدوكوتي وكالشاي وكابتن جوهري وكابتن طه اسماعيل وكابتن السايس ودون ريفي مر علينا مدربين كتير جدا وبفضل الله كنت ستاندنج في كل سنه. على ذكر المدربين كيف ترى النادي الاهلي في ظل قياده موسيماني؟ موسيماني من اللعيبه اللي عايشه بوجدانها مع اللعيبه بدليل انهم بيحبوه كمان خلي بالك
وده زمن قياسي ودي وزمن قياسي ودي خلي بالك دي مهمه جدا ان انا احب كريم واعمل اي حاجه عشان كريم يعني دي ده مهم جدا هو خلق فيهم روح التنافس في الملعب يعني تلاقي اللي بينزل عاوز مش عاوز يطلع من الملعب ودي دي الروح اللي كانت موجوده عندنا ايام ما كنا بنلعب لان كنا قاعدين انا هحكي لك وقع بقى لمصطفى عبده انا اول ماتش لعبته مع النادي الاهلي بعد التدريبات واختلاف الاحمال من كفر الشيخ للنادي الاهلي وكفر الشيخ كنت بقى انا كنت في كليه ساعتها بروح تمرينه الثانيه والعب الماتش لان انا كنت مميز في في في, في كفر الشيخ لما جيت النادي الاهلي بقيت واحد من ضمن 30 ما اناش مميز فيهم انا واحد من ضمن 30 مميزين فعشان عشان عشان العب لازم يعني احط رجليا ما تطلعش تاني المهم فضلت مستني الفرصه لغايه لما كنا هنلعب ماتش مع جود بلبيس في استاد القاهره وانا كنت احتياطي في اليوم دوت كنت عارف ان انا هبقى قاعد بره فجي مصطفى عبد الصبح قال لي مستر هيدوكوتي قال له انا مصاب انا رجليا بتوجعني وعندي شد في رجليا وكده غالبا الواحد بيبقى ساعات بيبقى نايم ممكن رجله تبقى عامله كده يعني وضع خاص بس دي كانت فرصه بقى لحضرتك انك ما هي هو ربنا بقى جابها لي فلقيت مستر هيدوكوتي قال لي حط الشنطه وتعالى معايا احنا بنروح المطعم هنا الساعه 11 الصبح والماتش الساعه 3 بنروح نتغدى وبعدين نعمل محاضره ونطلع بالاتوبيس نمشي من هنا نعدي على الحسين ونقرا الفاتحه على الحسين ونعدي لاستاد القاهره ده اللي بقول لك اليوم كان بيحصل كده فقال لي انت هتلعب وينج رايت مكان مصطفى عبده قلت له وينج رايت انا اصلا جاي من نادي كفر الشيخ راس حربه ما بلعبش غير راس حربه كنت بجيب جوال كتيره جدا وانا هناك ولما جيت هيدوكوتي وظفني هاف ليفت وانا ما بلعبش مركز بشمالي تاني خالص مركز تاني خالص بس انا كنت بلعب برجلي الاثنين يعني انا لكن مش اشول فهو انا عايز العب فانا هو لما قال لي وينج رايت بصيت له كده قلت له ماشي وينج رايت وينج رايت انا لو خشبه هلعب خشبه فالمهم شرح لي وظائف المركز بتاعي ونزلت عملت كمل وينج رايت كما الكتاب بيقول الله جبت جول والخطيب جاب جونين مصطفى عبده بقى كان قاعد بره كان قاعد بره لابس لبسه وما عادش حتى احتياطي لانه هو كان مصاب فهم قاعدين بره كان طاهر الشيخ وكان الله يرحمه مصطفى طب حليم وبيقولوا له بقى بص جالك اللي هيقعدك شوف الماتش دوت خلى مصطفى عبده في السنه دي احسن لعيب في مصر اوكي غار على نفسه طبعا وانا طبعا ما لعبش وينج رايت تانية خالص انا لعب حطيني في مكاني بقى في بتاع دوت مصطفى عبده في السنه دي عمل موسم كبير جدا يعني هو اصلا شخصيه جميله جدا حتى جداً لما نلتقي بيه يعني في قناه الاهلي شخصيه جميله لاعب وعلى الصعيد الانساني والشخصي الحقيقه طب لو رجعنا بقى بحضرتك لموسيماني هل حضرتك بتشوف برضو ان تثبيت التشكيل لموسيماني ده الى حد ما بيريح اللاعب وبيخليه عنه ثقه اكتر ان هو حافظ موقعه حافظ مكانه حافظين بعض اللعيبه وده هو ده شيء مهم جدا للمدرب يعني انا ما بعملش ان كل في كل ماتش المدرب يغير مثلا 3 4 ده مش هيحصل لا الهارموني بين اللعيبه ولا تجانس ولا هيحصل تجانس بينهم خالص في الملعب لان انا بلعب جنب 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 لعيب بحس بيه بحس بالمكان وهي جايه لي عارف ان هو هيجري لي فين بحطها له فبيحصل فيه تفاهم وفي تجانس لو كل شويه بيغير مش هيحصل ربط بين اللعيبه لان النهارده انت عندك 3 خطوط خط مهاجمين وخط وسط وخط لازم يبقى فيه ربط بينهم صحيح في جنب يمين وجنب شمال لازم يبقى فيه ربط فالكلام ده ما بيتحققش غير بالتثبيت التشكيل كون ان هو بقى ممكن يعني يوصل انه يغير اجباري ده غصب عنه طبعا ده موضوع حضرتك في مجمل يعني مجمل اجابتك على سؤال سابق قلت على ايامي ما كانش فيه احتراف كما هو الحال دلوقتي بالمناسبه هو الاحتراف يعني اضاف لمنظومه
كرة القدم ولا أضر بيها. دي نقطة. النقطة الثانية لو عملنا كده مقارنة سريعة بين الجيلين أو ما بين العصرين، إيه اللي استجد كويس دعم أكتر اللعبة وإيه اللي استجد أضر باللعبة؟ بص يا كريم، أنا عايز أقول لك على حاجة. الاحتراف ده من جواك أنت. أنت النهاردة قاعد في مكان راجل مذيع عاوز تبقى محترف، هتشتغل على نفسك. أنت هتشتغل على نفسك برغم ان مش محدش بيجبرك ان انت تعمل حاجه، لكن انت بتشتغل على نفسك عشان عاوز تبقى احسن من المذيعين اللي حواليك. وده مش حاجه وحشه، لا بالعكس، هو ده الصح. يعني لما يبقى في منافسه بينكم دي حاجه إضافة. كويسه. الاحتراف احنا كنا بنطبقه، احنا ما كانش في احتراف، لان بمعنى احتراف ايه ايامينا، ان احنا كنا هواه. يعني كان العقد لمدى الحياه، ما فيش عقد كمان، ده هي استمارات والمدى الحياة لغاية لما تمشي من نادي أو نادي ياخدك يدفع فيك فلوس كده. ما كانش بالموسم، لا يعني ما كانش بالموسم ولا بالموسمين ولا بالثلاثة ولا الكلام من ده. احنا واحنا ايام ما كنا بنلعب كان هيبقى عندنا مثلا الاسبوع الجاي اللي بعد اسبوع هنلعب الزمالك، كان الخطيب هنا قاعد لوحده في شقة هنا في العجوزة، وانا كنت جاي من كفر الشيخ، كنت برضو قاعد في شقة مفروشة. كنا بنشوف مين اللي شقته فاضية ونروح احنا خمسة ستة، كنا مع بعض انا والخطيب ومختار وجمال عبد الحميد قبل ما يمشي يروح الزمالك، حمدي جمعة، ماهر همام، كنا بنعسكر الاسبوع كله مع بعض، نخرج من النادي نروح نجيب اكلنا اللي يكفينا لتاني يوم ونلعب كوتشينه ونلعب طاوله ومش عارف ايه وننام بدري وعاملين. مش النهارده انت 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 بتاخد اللعيبه تنيمها في فندق ليله المباراه مش اسبوع، ليله المباراه، وبتخش عاوز تغمض عينين اللعيبه. يعني انت لو مسؤول اداري بتخش على كل اوضه، هات بنسحب منهم الموبايلات ونسحب منهم الـ اي حاجه ممكن، اللي جايب بتاع بلاي ستيشن واللي جايب مش عارف ايه، بنسحب منه الكلام ده كله عشان ينام، عايزينه ينام، بننيمه غصب عنه. ايوه طبعا، عشان فتره احنا من نفسنا، احنا من نفسنا. النهارده في محمد صلاح، في تريزيجيه، في نني، اشتغلوا على نفسيهم. النهارده هم محترفين في انديه محترمه جدا طبعا. يعني في اكم ناس راحت احترفت ورجعت بدري، صحيح، وفي ناس عندنا كان جالها فرصه الاحتراف بس فضلت الاهلي. يعني الاحتراف منك انت جواك، انت 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 اللي هتخلق الاحتراف جواك. يعني اللي راح ومشي بدري ما قدرش على يتاقلم على 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 حياه الاحتراف. صحيح. طيب للاسف والله حكاوي جميل، هو للاسف، لان يعني حضرتك عندك ميزه كابتن محمد حقيقي، ودي مش مجامله، ان حضرتك بتحكي لنا يعني الذكريات عن طريق قصه، فاحنا بنتخيلها وحضرتك بتحكيها، مش فكره بس كلام بنسمعه. فيا ريت حضرتك تنورنا تاني ونستفيد، لان اكيد الذكريات لسه ما خلصتش. يعني انا يحصل لي الشرف ان انا ابقى معاكم. نورتنا يا فندم، نتشرف بحضرتك، نورتنا وشرفتنا. ميرسي جدا جدا لوجود حضرتك معانا. شكرا. احنا هنستاذن حضراتكم ونطلع فاصل سريع ثم عوده مره ثانيه ل 10 الصبح في الأهلي. تفضل.